مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقائنا الأسبوع المتجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة من بنت النيل. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا في شهر رمضان المبارك، الشهر المعروف بحرص الناس كلها على الجود والعطاء والمشاركة في أعمال الخير. الحقيقة العمل الخيري والعمل التطوعي مشهور جدا في مصر من فترة طويلة، من سنوات طويلة، والمصريين بيحرصوا على المشاركة في الأعمال الخيرية والأعمال تاريخ مصر الحديث حافل بالعديد من النماذج اللي تجسد فيها العمل التطوعي والعمل الخيري، وتبرعات مالية وعينية أسهمت في عمل مشروعات كبيرة قوي في مصر. مثلا عندنا جمعية الهلال الأحمر، تأسست سنة 1911 بجهود تطوعية وتبرعات مالية وعينية. جامعة القاهرة قامت على أساس التبرعات أيضا ومجهودات الأفراد لتكون منارة للعلم في منطقة الشرق الأوسط بالكامل. أيضا أول مدرسة قومية للطب في مصر أسست أيضا على أساس العمل التطوعي، وكانت نموذج فريد للعمل الخيري والتنموي في مجال الصحة. وتم أول مدرسة قومية للطب في مصر ألحقت فيما بعد بمستشفى قصر العيني. في حلقة اليوم من بنت النيل هنتعرض لموضوع العمل التطوعي والعمل الخيري في مصر، ويسعدنا للحديث في هذا الموضوع ان احنا نرحب بضيوفنا في بنت النيل، الاستاذه رباب يحيى شيبه، منسق برامج باحدى مؤسسات المجتمع المدني. برحب بحضرتك استاذه رباب. والاستاذ احمد الغول، المتطوع بمشروع لنعبر جسرا. برحب بحضرتك يا استاذه. مشاهدينا نذهب لهذا الفاصل ثم نعاود اللقاء مع ضيوفنا في استوديو بنت النيل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، مجدد التحية بحضراتكم. أعد تقرير لمجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أعد تقرير منذ سنوات قليلة عن حجم الأموال التي تنفق في مجال العمل الخيري في مصر. قال إن في مصر بينفق سنويا 4.5 مليار جنيه على الأعمال الخيرية. الأموال دي بتشارك فيها أو بتضخها في سوق العمل الخيري 15.8 مليون أسرة مصرية. أشار التقرير إلى أن الإنفاق لهذه الأموال بيتم في مساعدة الفقراء والمحتاجين في المقام الأول، ومساعدة الفتيات على اليتيمات على الزواج. بتأتي دور العبادة، المساجد والكنائس في المرتبة الثانية. أوضحت نتائج هذا التقرير الحقيقة أن في عزوف من الشباب على المشاركة في العمل التطوعي. نسبة الشباب اللي بيشاركوا في العمل التطوعي 2.2% في الفئة العمرية من 10 إلى 29 سنة. في مصر في 657 ألف شاب بيشاركوا في العمل الخيري والتطوعي. لكن حول دور الشباب في المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، وليه النسبة ما بتتعداش 2.2%، خاصة ان مصر مجتمع شاب؟ ده هيكون موضوع وقفتنا الحوارية الرئيسية في حلقة اليوم من بنت النيل مع ضيوفنا الأستاذة رباب يحيى شيبة، منسق البرامج بإحدى مؤسسات المجتمع الخيري، وأيضا الأستاذ أحمد الغول، المتطوع بمشروع لنعبر جسرا. بجدد التحية بحضرتك أستاذة رباب. بداية، إيه مشروع لنعبر جسرا؟ لنعبر جسرا هو عبارة عن ملتقى شبابي بتنفذه أحد مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع إحدى الوزارات الحكومية. وزارة إيه؟ وزارة الشباب والرياضة. نعم. قطاع البرامج الثقافية والتطوعية. الملتقى جت فكرته إحنا كمؤسسات مجتمع مدني، كإحدى المؤسسات بنشتغل على نشر القيم والأخلاق في المجتمع. فخلال الفترة اللي فاتت دي لاحظنا وعارفين ان المجتمع المصري ثري بالتنوع بشكل عام، تنوع ثقافي، تنوع اجتماعي، تنوع ديني، وده اللي خلى الحضارة المصرية بتاعتنا، ده هو اساس الركيز، احد الركائز اللي بتعتمد، اللي مخليها الحضارة المصرية
بتاعتنا مستمرة حتى الآن وبنفتخر بيها. فأي مجتمع واعي وناهض ويعرف ان هو عنده تنوع بشكل عام بيقدر يستغل التنوع ده في التنمية وفي التطوير. لكن خلال الفترة اللي فاتت من خلال شغلنا في التنمية بشكل عام ونزولنا المجتمعات المختلفة لاحظنا ان التنوع ده بيستخدم لخلق الخلافات والصراعات بين الناس وبعضها. فمن هنا جت فكرة الملتقى. فكرة الملتقى الاساس بتاعها هو نشر قيم التسامح والمواطنة وحب الاخر ومعلومات ومعارف عن الثقافات الأخرى داخل المجتمع المصري من خلال تجمع شباب. إحنا كمؤسسات إحنا بنهتم بالشباب وبنستثمر في رأس المال البشري. فالفكرة إن إحنا نستثمر في الشباب ونوعيهم بأهمية التنوع اللي موجود عندنا ده. الملتقى ليه مجموعة من الأهداف من ضمنها نشر قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، التعارف على الآخر، تبادل المعلومات أو خلق مناخ يسمح فيه بتبادل المعلومات والمعارف عن البيئات المختلفة داخل مصر، إن احنا نخلق مساحة للشباب يعبروا عن آرائهم ويعبروا عن مشاكل اللي بتعاني منها المجتمعات والظروف اللي هم عايشين فيها. الملتقى بيتنفذ في حوالي 6 أيام، احنا نفذناه في السنة اللي فاتت مرتين، عملنا ملتقيين ورا بعض في شهر 8، ومن هنا جت الملتقيين تموا في شهر 8 السنة اللي فاتت 2014، ومن هنا جاي قرار المؤسسة مع الوزارة ان احنا هيبقى ملتقى سنوي بنشتغله كل سنة في نفس الشهر. 6 أيام الملتقى الواحد؟ 6 أيام الملتقى الواحد 6 أيام. وبيبقى مكانه فين يا أستاذ؟ بيبقى مختلف على حسب الأماكن. هو احنا دايما بنعمله في أحد المدن الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة. نعم. بتعامل مع وزارة الشباب والرياضة. هو بيستهدف الشباب بشكل عام من 20 لـ25 سنة. بيبقى البرنامج بتاعه طبقا بيتناول مجموعة من القيم والأخلاق خلال الـ6 أيام ومجموعة من الأنشطة. والأنشطة تتنوع ما بين مناقشات للقيم، دي بيبقى فقرة صباحية صباحا الشباب بيقوموا بيبقى معسكر، يعني الملتقى شبيه بالمعسكر بس أقصى، يعني هو يعني في مجموعة من الجلسات النقاشية والمحاضرات والأنشطة والزيارات الخارجية للتعرف على أماكن والمعالم اللي في المكان اللي بيتم فيه الملتقى. في نفس الوقت في حاجة احنا متميزين بيها اسمه يوم المصريات، بيجي كل فوج من الافواج بتاع الشباب، يعني سواء فوج من محافظة المنوفية، فوج من محافظة القاهرة، على حسب المحافظات اللي بتبقى موجودة معانا، وبيبقوا مجهزين نبذة عن الاقليم اللي هم جايين منه او المحافظة اللي هم جايين منها. بيبقى الهدف من ده ان انا بعرف الشخص اللي قدامي ايه هو الاقليم اللي موجود، طبيعته ايه، احنا عاداتنا وتقاليدنا ايه، المشاكل اللي بنعاني منها ايه، اهم ما يميزنا، اهم الاكلات، اهم الزي بتاعنا عامل ازاي، الجواز عندنا ايه، البنات بتتعلم ولا بتتعلمش، ايه المشاكل اللي عندنا، بنفكر ازاي، نسبة التعليم عندنا ايه، كلها بتبقى بيانات عن المجتمع اللي هو جاي منه بشكل بقى عرض مسرحي، عرض باوربوينت، بيستخدم امكانيات بسيطة. هي الغرض من ده ان انا اعرف الاخر. بالإضافة لأن طبعا عندنا حاجة اسمها الزيارات الخارجية، والزيارات الخارجية دي الحاجات اللي هي بتحفز الشباب انها بتعرفهم معالم التاريخية للمكان اللي احنا بنبقى متواجدين فيه، سواء كانت القاهرة السنة اللي فاتت وسواء الإسكندرية السنة دي إن شاء الله. طب أستاذ أحمد، أنت متطوع بمشروع لنعبر جسرا، إيه اللي جذبك أن أنت يعني تشارك في هذا المشروع؟ اللي جذبني أن أنا هكتسب خبرات جديدة، هكتسب مثلا هعرف أتعامل مع الآخر إزاي. كل واحد في مكان قبل ما بيدخل العمل التطوعي بواخد فكره مثلا ان المحافظه مثلا زي حلايب وشلاتين الناس بتاعها جامدين قوي، التعامل بتاعها مش كويس كده، لكن لما بتتعامل معاهم فعلا بتحس بحاجه غريبه، بتحس ان هم الناس طيبين عكس القناعه اللي كانت عندك. انت بيبقى عندك قناعه ان الناس ديت مش كويسه، فانت لما بتتعامل معاهم فدي استفاده بتعود عليك من الموضوع دوت. غير كده بتاخد خبره في التخطيط واعداد للمشروع اصلا او للملتقى التوظيفي. كمان ممكن تكتسب خبره من التعامل مع الافراد نفسهم، والخبره كمان ان انت بتوزع، تقدر انت تمسك دور قيادي، توزع الادوار انت على مجموعه العمل او فريق العمل اللي معاك. يعني على سبيل المثال في الملتقى اللي فات كان عباره عن فوجين، الفوج الاول انا كنت احد افراد اداره البرامج، في الفوج الثاني كنت انا بقيت انا المسؤول عن اداره البرامج، فبدات انا بقيت الخبره اللي اكتسبتها ان انا اقدر اوزع ادوار على الناس اللي معايا في الفريق. طب معلش يا استاذ احمد، انت ليك اي نشاط قبل المشاركه في هذا الملتقى او مشروع لنعبر جسرا؟ كان ليك اي نشاط في عمل خيري او تطوعي سابق؟ تمام. انا تطوعت في كذا حته، تطوعت في نشاط طلابي في جامعه حلوان، الجامعه اللي انا فيها، وعملنا تدريب في جامعه حلوان برضو من شهر مارس اللي فات. كان في سنه كام؟ انا في سنه تانية. دراستك ايه؟ كليه تجاره.
دربنا 120 بنت في كليه، دربنا 120 بنت في المدن الجامعيه، والحمد لله وكان الحفله كان حاضر فيها الامين العام للجامعه. دربتوهم على ايه؟ دربناهم على ثلاث محتويات. اول حاجه كنا بندربهم على حاجه اسمها العقل الواعي واللاواعي، ايه امكانيات عقلك، ازاي تعرف عقلك دوت، ايه القناعات اللي عندك، ايه القوانين الحاكمه للعقل بتاعك. ده كان بيبقى اول يوم. اليوم الثاني بندربه عن حاجه اسمها المقومات الشخصيه او ميولك واهتماماتك، ايه الميول والاهتمامات بتاعتك، ايه الحاجه اللي تخليك تختار الوظيفه بتاعتك الصح. وكمان بدربهم في اليوم الثاني برضه عن حاجه اسمها الانماط الشخصيه. الانماط الشخصيه ديت نمط شخصيتك ايه، انت قائد ولا معبر ولا محلل ولا ودود. من خلال النمط دوت بتقدر تتعرف ازاي تتعامل مع الناس، وازاي لما حد بيعمل تصرف معين ايه التصرف دوت عباره عن ايه، ده بيبقى ناتج من شخصيته نفسها. تالت يوم بنتكلم معاهم عن التخطيط للمستقبل، ازاي تخطط لمستقبلك. انا ما بخططلوش، انا بديله بس السلم، ارسم له السلم وهو اللي بيبدا يحط على كل درجه من السلم الخطوات اللي هو عايزها عشان يوصل للهدف الكبير بتاعه اللي هو الهدف بتاعه. شاركت كمان في ضمن احد مؤسسات المجتمع المدني ان انا كنت احد فريق العمل لدراسه الاحتياجات والموارد في منطقه المثلث اللي هي منطقه حلايب وشلاتين وابو رماد. كمان شاركت في ان انا كنت ضمن فريق الارشاد والتوجيه في محافظه كفر الشيخ، كان في ملتقى توظيفي فكنت ضمن فريق الارشاد والتوجيه هناك. طب بتلاقي فيه فعلا يعني عزوف من الشباب عن المشاركه في العمل التطوعي ده او اي نشاط بهذا الشكل؟ فعلا زي ما حضرتك لسه قايله، النسبه قليله جدا اللي بتشارك في العمل التطوعي. الموضوع ده راجع لايه؟ ان هم مش عارفين قيمه اصلا العمل التطوعي. هم واخدين الاطار العام من بره ان العمل التطوعي هضيع وقت، هضيع جهد، هضيع فلوس، مش هستفاد حاجه. هو بيبحث عن ان هو عايز يشتغل عشان يكسب فلوس بس، لكن انت مش هتشتغل، مش هتقدر تشتغل ولا تكسب فلوس غير لما يكون عندك مجموعه من المهارات اللي هتقدر تخلي صاحب العمل اصلا يشغلك. فانت لازم تكتسب الحاجات ديت سواء في فتره الجامعه او ما قبل، ان انت تبدا تكتسب الحاجات ديت عشان اول ما تخرج من سوق العمل مش لسه هتبدا وتاخد كورسات وتبدا تعد في نفسك، لا انت بالفعل تكون عددت نفسك. نعم. طب استاذه رباب، المشروع لنعبر جسرا ده نشاط حضرتك منسق برامج باحدى مؤسسات المجتمع المدني. هذه المؤسسه هي بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه عملت هذا الملتقى الشبابي، لكن نشاط المؤسسه نفسه بتلمسي من خلاله فعلا عزوف من الشباب عن المشاركه في العمل الخيري والتطوعي؟ صحيح فعلا، احنا مش بس عزوف عن العمل الخيري والتطوعي، بس كمان عزوف عن الخدمات اللي بتقدمها اي مؤسسات مجتمع مدني للشباب بشكل عام. يعني احنا من ضمن المؤسسات اللي بتعمل بشكل اساسي على تاهيل الشباب لسوق العمل. المنظمة هي المحور الاساسي اللي قائم عليه المؤسسه واشهرت بسببها، ان احنا نساعد على زياده التنافسيه الانتاجيه لمصر ونجعلها من ضمن الدول الاكثر تقدم احنا كمؤسسه. والسبب الاساسي اللي خلى مصر بتتراجع في التنافسيه الاقتصاديه بتاعتنا ان الشباب ما عندهمش قيم واخلاقيات العمل. احنا مشهورين عشان ننشر قيم واخلاقيات العمل. كميه التدريبات اللي بنفذها للشباب شهريا كتيره جدا جدا، وفي الاخر بنلاقي الصدى بتاعها ضعيف، يعني الشباب ما بيجيش ومن غير مقابل. يعني احنا بنعمل التدريبات وعندنا فريق وستاف كامل من المدربين. شايفه السبب في ده ايه يا استاذه؟ هو طبعا غياب وعي. الشباب محتاجه مجموعه من الانشطه الكتيره جدا جدا اللي بتساعدهم، اللي تخليهم يعوا قد ايه ان القيم والمهارات والخبرات اللي المفترض يكتسبوها في الفتره دي سواء بعد ما قبل الجامعه او سواء دلوقتي هم في الجامعه او حتى بعد الجامعه على طول، دي حاجات بتساعدهم على تاهيلهم لسوق العمل بشكل عام. سواء الخبرات دي خدوها من خلال شهادات كورسات مدفوعه او من خلال العمل التطوعي. او العمل التطوعي من احد الـ الاساسيات اللي بتساعد على بناء خبرات الشباب بشكل عام في كل المهارات، مش بالشرط مهاره معينه انا هاخدها من العمل التطوعي. بالعكس، العمل التطوعي بتساعد على اكساب الشباب مهارات القياده، مهارات التنظيم والاداره، مهارات كتابه الافكار، تنميه المشروعات ورياده الاعمال. كل دي حاجات بتبقى مكتسبه من خلال العمل التطوعي ومكتسبه من خلال التدريبات. فالفرصه المتاحه للشباب حاجتين دلوقتي في السوق بتاعنا في العمل بشكل عام، في فرص متاحه من خلال تدريبات ومهارات بتكتسب موجوده في مؤسسات اهليه ومنظمات مجتمع مدني، وبرده فرص تدريبيه من خلال بشكل عام التطوع داخل المؤسسات دي او في مشروعات بشكل عام بتكسبهم هذه المهارات. المهارات دي لو راحوا في اي مكان بعد كده في سوق العمل يقدروا يشتغلوا بيها ومعاهم شهادات بيها يعني. نعم. طب أستاذ أحمد، أنت بتقول أن الشباب يمكن فيه عزوف عن المشاركة في العمل التطوعي لأن هو عايز يشتغل وبيحب أن هو يستثمر الوقت بتاعه في أن هو يمارس وظيفة يكسب منها دخل أفضل من أن هو يشارك في عمل ممكن ما يبقاش فيه عائد مادي منه. أنت ما فكرتش في ده وأنت بتشترك في عمل تطوعي أو عمل خيري؟ ليه ده ما كانش يعني محور اهتمامك زي باقي الشباب؟
الحقيقه ان انا حسيت ان انا لازم يكون ليا دور في الجامعه، ان انا ما اكونش طالب عادي، ان انا مجرد ان انا ادخل الجامعه اتخرج سواء باي تقدير حتى لو تقدير امتياز، ادام معيش مهارات تانية مش هقدر اشتغل، مش هقدر اعمل بيها اي حاجه، فلازم بالفعل يكون معايا حاجات تاني تزود الحاجه دي. فانا لو في وسط مجموعه من 1000 واحد، لو جايب امتياز هيبقى انا في وسط مجموعه من 200 واحد، لو انا معايا كورس انجليش هيبقى في وسط مجموعه من 100، لو انا معايا مثلا كورس اي سي دي ال هيبقى في وسط مجموعه من 50، وهكذا لغايه ما تبقى انت لازم تميز نفسك في المكان اللي انت فيه. فبالتالي جت لي الفكره ان انا لازم اشترك في انشطه، رغم ان ناس كتير حذرتني قالت لي هتضيع وقت، قالت لي ممكن تشترك في الحاجات دي من سنه ثالثه من سنه رابعه، الكلام ده كله ممكن بعد الجامعه، لكن انا كان عندي اصرار ان انا اخد الحاجه ديت من اول سنه، علشان في الاربع سنين انا ما عنديش اي حاجه غير الجامعه، فانا اقدر انمي مهاراتي واعلق قدراتي عشان لما اقدر اشتغل يكون عندي ميزه تنافسيه. نعم. طب استاذه رباب، بالنسبه للملتقى حضرتك قلتي لي ان هو بيقوم على التنوع، مراعاه الفروق اللي موجوده بين فئات مختلفه في مصر. ايه معايير التنوع اللي انتوا بتحطوها في الاعتبار وانتوا بتجمعوا الشباب اللي بيشاركوا في هذا الملتقى؟ احنا حاطين مجموعه من المعايير العامه، يعني يكون الشباب بشكل عام سواء اناث او ذكور، مسلم ام مسيحي، ان هو يكون قاده مجتمعيين يمارسوا ادوار داخل المجتمع او ليهم ادوار داخل المجتمع. الحاجه الثانيه ان هم يبقوا ولا كان ليهم بالفعل، كان ليهم بالفعل او حتى ناس ما عندهمش ده. يعني احنا الملتقى بيسمح او رؤيته ان احنا نخلق قاده مجتمعيين يقدروا يحددوا مشكلات المجتمع بتاعهم والتعامل معاهم، وفي نفس الوقت والتعامل معاهم وفي نفس الوقت ينقلوا خبرات التنوع ده وخبرات التعامل مع الاخر وقبول الاخر لبقيه الشباب اللي موجودين في المجتمع. دي رؤيه الملتقى. المعايير بتاعتنا معايير عامه، ان هو يكون قاده مجتمعين او ليهم بصمه في المجتمع بتاعهم، ليهم ساهموا في انشطه جوه المجتمع، قاموا باعمال تطوعيه يسمحوا هم جايين وعندهم على وعي وعلى معرفه ان هم هيقابلوا ناس تانية يعني عندهم اقتناع بفكره التنوع الى حد ما. لكن احنا عندنا حاجات تانية متخصصة، عندنا معايير تانية متخصصة، ان يكون نسبة الحضور 50% 50% اناث وذكور، وعندنا 50% 50% مسلم ومسيحي، وعندنا تقسيم جغرافي لكل محافظات الجمهورية، نسب متعادلة تقريبا، نسب متعادلة ومتماثلة. نعم. بحجم المحافظة ولا يعني عدد السكان اللي في المحافظة؟ لا، بحجم الملتقى، بحجم عدد الحضور في الملتقى. عدد الحضور بيبقى قد ايه؟ احنا بنستهدف 250 شاب في الملتقى، في الملتقى الواحد. نعم. طب بالنسبة لدور الفتيات في هذا الملتقى، بتلاقوا يعني أقبال البنت زي الولد ولا في اختلاف في مشاركة البنات عن الولاد في هذا الملتقى؟ يعني هو على حسب، بس هو في الآخر كانت يعني من خلال الخبرات اللي قبل كده احنا لاحظنا ان احنا كانت البنات مشاركتهم اكثر فعالية واكثر، كانوا اكثر حرصا على الحضور، اكثر حرصا على المشاركة، اكثر حرصا على ان هم يمارسوا انشطة وان هم يعرضوا افكار ويعرضوا معلومات عن المناطق اللي هم جايين فيها عن الولد. وكان في ولاد برضو، بس كانت نسبة البنات اعلى في المشاركة. نعم. حتى في الفعالية في المشاركة، في إنما العدد 50%، لكن 50% 50%. نعم. طب أستاذ أحمد، لمست إزاي مشاركة الفتيات في الملتقى؟ يعني الأستاذة رباب بتقول إن البنات بدرجة أكبر كانت أكتر فعالية في المشاركة، ترجع ده لإيه؟ وهل فعلا لمست إن البنات بتبقى أكتر فعالية في المشاركة في مثل هذه الملتقيات؟ فعلا، هما أنا بصراحة كان عندي قناعة إن هما بيبقى أقل فعالية في حاجة زي كده بحكم إن هما هيسافروا كده، بس فعلا لما حضرت الملتقى لقيت حاجة عكس كده، فعلا كان عندهم فعالية كبيرة، كان في نسبة مشاركة كبيرة، حتى إحنا عملنا حاجة في الملتقى اللي فات، خدنا المتميزين منهم سواء بنين أو بنات، خدناهم للفوج التاني، هما كانوا عبارة عن فوجين، فخدنا البنات أو البنات المتميزين للفوج التاني وكذلك برضو البنين، فلقينا فيهم في ناس عندهم حرص زي ما قالت برضو أستاذ رباب ان عندهم مشاركه، وتلاقيهم بيصحوا من الساعه 6، البرنامج بتاعنا كان بيبدا من الساعه 6، تلاقيهم هم صاحيين من بدري حاضرين اول ناس. يمكن دي باينه شويه عن الشباب، كان باينه شويه عن الشباب في الملتقى، عندهم اصرار، عندهم عزيمه اكتر شويه. طب استاذه رباب، هل لازم اللي يشارك في هذا الملتقى او اي ملتقى مشابه لازم يكون ليه نشاط سابق؟ يعني في ناس كتير قوي ممكن تبقى عندها الدافعيه انها تشارك وعندها استعداد انها تبقى قائد، لكن عمرها ما كان ليها نشاط سابق. هو مش شرط، هو معي هو يعني هو مش هي دي الحاجه اللي هتخلينا نقول للشخص ده تعالى او ما تجيش او ينضم معانا او ما ينضمش معانا. هو الاساس في الاول بالنسبه لنا ان هو يكون عنده القدره والقابليه ان هو يشتغل معانا في المعسكر في الملتقى. الملتقى الفعاليات بتاعته كبيره، البرنامج بتاعه مكثف، البرنامج بتاعه قوي،
فمحتاج الناس لما تيجي تيجي فعلا مستعده ومهيئه، سواء عنده خبرات او ما عندوش خبره. طبعا هو يفضل بالنسبه لنا احنا كاداره وتنظيم ان يكون الناس عندها خبره وجايه وعندها استعداد، لكن احنا في الفترات في من خبراتنا في تنفيذ الملتقى اللي قبل كده، في الناس كلها تقريبا ما كانتش عندها وعي واهميه، يعني وعي ومعرفه بالظبط اللي هيحصل. فلا كان في كان يعني تحسيهم من بعد ما عرفوا الجدول والاجنده والبرنامج هيبتدي ازاي والفكره نفسها، واول ما بداوا يدخلوا في الانشطه لا بقى عندهم استعداد وعندهم رغبه ان هم يتعمقوا، وبدا يظهر فيهم بقى الناس اللي عندهم دور ادوار قياديه والناس اللي عندهم ادوار تنظيميه والناس اللي عندهم ادوار توثيق. طب استاذة رباب، الناس تعرف ازاي بالملتقى او تعرف ازاي انها ممكن تشارك او تعرف اجندة الملتقى قبل ما يبدأ ازاي؟ احنا عندنا كذا آلية للتواصل، يعني احنا وزارة الشباب والرياضة بتدعو الشباب من خلال مراكز الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة ورعاية الشباب جوه الجامعات المصرية. دي وزارة الشباب والرياضة. احنا كمؤسسة القرى بننزل اعلان على المواقع بتاعتنا المختلفة بندعو فيه الشباب للمشاركة في الملتقى لنعبر جسرا، وفي الاخر الداتا كلها بتتصب عندنا على المؤسسة على موقع المؤسسة، وبنبتدي نتواصل مع الناس ونخليهم ونبلغهم بشكل فعلي ميعاد وامتى يحضروا. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا عاملينها السنة دي غيرناها بناء على رغبات الشباب الفترة اللي فاتت الملتقى اللي فات، حاجة اسمها مسابقة بحثية. احنا عاملين مسابقة بحثية للشباب بشكل عام كأحد فعاليات الملتقى، ان الشباب هيكتبوا في مسابقة بحثية عبارة عن مقال في احد الموضوعات الهامة اللي برضو مرتبطة بالتنوع ومرتبطة بالهوية المصرية، وان هم هيقدموا فيها، والشباب اللي هيتم اختياره ده هيبقى ليه حافز مادي او مكافأة مادية وشهادة تقدير. من ضمن الحاجات اللي هيعملوها الشباب الفايزين ان هيجي يعرضوا الاوراق البحثية دي في جلسات نقاشية مع الشباب التانيين اللي بيحضروا من الملتقى. فدي من الحاجات اللي هتسريهم، فهيبقى التواصل عكس ما اجيب محاضر مثلا لغه التواصل بتاعته ما بينه وبين الشباب بتبقى لغه واحده، برضو بيبقى طرق التوصيل معلومه طريقه واحده، لكن الشباب طبعا عندهم روح مختلفه، عندهم اليات متنوعه كتيره في ان هم يتناقشوا مع الشباب اللي زيهم في السن. فعشان كده احنا دي حاجه من الحاجات اللي احنا عاملين المسابقه، نزلت اوريدي يعني هتنزل خلاص اوريدي بكره ان شاء الله، وهنبتدي بقى نشتغل على المسابقه ونختار الشباب اللي هيجي يعرضوا الموضوعات دي على الشباب تاني، وهيبقى في جلسات نقاشيه. طب استاذ احمد، انت شايف المشكله تبقى فين ان الشباب يعرف؟ احيانا بتكون المشكله مشكله معرفه، انا ما اعرفش ان في نشاط زي ده، يمكن في ناس كتيره تحب انها تشارك لكن ما عندهاش المعلومه، شايف ان القصور موجود فين؟ والقصور موجود شوية ممكن في توعية الشباب نفسهم من خلال المؤسسات المجتمع المدني، أو من خلال كمان الشاب نفسه برضو لازم ينزل هو ويجرب ويدور على الحاجة اللي هو عايزها. هو لو عايز يختار مثلا مثال، عايز يختار بنت الحلال، هينزل يدور عليها وهينزل يدور على المكان وهيسأل وهيعمل وهيتعب. طيب انت عايز تدور على شغل أو عايز تبقى عندك منصب قيادي فيما بعد، لازم تنزل تدور على مؤسسات المجتمع المدني والحاجات اللي تقدر توفر لك الفرص اللي تقدر تساعدك فيما بعد. الشاب مثلا عنده بعض الانشطه الطلابيه في الجامعه، عنده رعايه الشباب برضو في الجامعه، عنده وزاره الشباب بتعمل انشطه كتير جدا وليها مجالات كتير جدا تقدر تساعده في الحاجه اللي هو عايزها في المجال اللي هو عايزه كمان. فلو الشاب نزل دور، انا برمي هموم اكتر على الشباب اكتر من المؤسسات، عشان الشاب لو المؤسسه مش هتجري ورا مليون شاب ولا كذا شاب، المؤسسه يعني دورها ان هي بتعلن، مش هتقدر توصل الاعلان ده، هي بتحاول توصله لاكبر قدر، فمش هتقدر توصله للناس كلها. انت اللي دورك، انت اللي لازم تبحث وانت اللي لازم تنزل تدور على الحاجه اللي انت عايزها علشان تقدر توصل. طب شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع على الانترنت، والشباب طبعا معروف ان هو بيحب جدا التواصل على الانترنت سواء في الفيسبوك او حتى يعني عمليات السيرش ما بتتوقفش يعني. طب ازاي ممكن نخلي الفرص دي والدعوه للمشاركه في الملتقيات او اي انشطه تطوعيه او خيريه بيتم عبر الوسائل التواصل الاجتماعي؟ هي الوسيله المتاحه فعلا دلوقتي والناس كتير بتستخدمها، علشان عارفين الشباب 24 ساعه قاعدين على وسائل التواصل الاجتماعي، فدي بيقدر من خلال الاعلانات، بس بيكون بقى حسب طريقه العرض. طريقه العرض لو هتعمل مميزات للشخص نفسه، يعني على سبيل المثال لو حاجه ترفيهيه في ناس هتحب الحاجه الترفيهيه فهتروح، لو حاجه فيها مثلا بنغرس قيم زي الملتقى لنعبر جسرا، بنغرس قيم اللي عايز فعلا يتعلم قيمه معينه او اللي عايز يقدر يتواصل مع الناس التانية ويعرف صفات الناس التانية ويقدر يتسامح وقبول الاخر والحاجات اللي احنا بنتكلم عنها في الملتقى هيجي الملتقى دوت. فمن خلال وسيله العرض نفسها واسلوب الكلام اللي هيتعرض عن الملتقى او عن اي حاجه حد عايز يعرض عنها، دي اللي هتخلي الناس تقبل على الموضوع دوت.
فلو حد عنده مثلا قيمه معينه عايز يغرس مجموعه قيم او كده او عايز يتعلم قيم هيروح الحاجه اللي فيها قيمه، حد عايز حاجه ترفيهيه هيروح الحاجه اللي فيها حاجه ترفيهيه. نعم. فمن خلال وسيله العرض هي اللي بتفرق في المحتوى نفسه. نعم. وتوحيد بالاضافه اللي احمد قاله برده توحيد وسيله العرض، يعني احنا بما ان احنا اتنين جهه او ثلاث جهات بتشتغل على ملتقى لنعبر جسرا، فاحيان كتيره يعني في يعني كتجربه قبل كده ان وسيله العرض او الدعوه للشباب بتبقى مختلفه. فالشباب بيبقى جاي مش عارف هو بالظبط اللي هيحصل ايه يعني، ويبقى عنده فكره وبعد كده يجي يصدم بفكره تاني، فتلاقي استجابه الشباب قلت وحماسهم وتحفيزهم قل لان فوجئوا بحاجه ما كانوش حاطينها او مش هو ده اللي ادعوا عليها. نعم. فاتفقنا خلاص مع الجهه الشريكه ان احنا تكون وسيله العرض وسيله واحده نشتغل احنا الاثنين عليها، نحط الاليات بتاعتها ونحط طرق التواصل عليه ونحط الطرق التواصل كلها تبقى واحده ومكان واحد هو بس اللي ياخد الدعوه للشباب. وبالفعل ده هو ده اللي تم، يعني دعوه الشباب بتتم من خلالنا احنا كمؤسسه ومن خلال وزاره الشباب والرياضة بأليتين، التواصل إرسال فاكس واحد أو إرسال مخاطبة واحدة للجهات الرسمية وعمل إعلان معين ينزل على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء مواقع الخاصة بالمؤسسة بتاعتي أو مواقع الخاصة بوزارة الشباب والرياضة. نعم. طب أستاذة رباب، فكرة التنوع والاختلاف يمكن هي فكرة يعني خطيرة جدا، ان حضرتك زي ما قلتي في اول الكلام انها ممكن تبقى يعني تسبب مشكلة في المجتمع، مع ان السبيكة اصلا بتتكون صلابتها من جمع اكتر من عنصر في حاجة واحدة. بالضبط. ازاي وصلتوا الى ان انتوا تقدروا تجمعوا عناصر مختلفة يمكن الاختلاف ده يحدث تشابك او صراع او صدام في ملتقى زي ده، خاصة الشباب معروف بالاندفاع. احنا من ضمن الحاجات اللي احنا عاملينها في الملتقى ان الملتقى الشباب هم اللي يديروه من خلال قيادة ذاتية، يعني اول حاجة اللي بيديروا الملتقى كله وبيشرف على التنفيذ البرنامج واللي بيقادة الملتقى والشباب كله فريق متطوع وشباب، دي رقم واحد. الجزئية التانية ان احنا عملنا مجموعات مختلفة من المحافظات ومن الاقاليم جوه كل ملتقى، يعني عندنا اربع مجموعات، المجموعة كلها بتمثل كل المحافظات الموجودين في الملتقى باختلاف العدد. الجزئية ويختاروا من ضمنهم قائد، الأول بنسمح لهم بالتعارف يعرفوا نفسهم ويعرفوا هم مين وجايين منين والكلام ده كله، بينتخبوا طريقة ديمقراطية قائد كل يوم، يعني احنا ملتقى ست أيام كل يوم كان عندهم قائد مختلف. نعم. قائد وموثق، حد بيكتب فعاليات المجموعة بتاعته ومسؤول الإعلام عشان لو جه حد من الإعلاميين بيغطي أنشطة الملتقى بتاعنا مسؤول الإعلام ده بيتكلم عن المجموعة بتاعته. فده كان كل يوم الهيكل ده بيتغير، فانت عندك كمية تنوع وكمية اختلافات بتظهر لك وقيادات متميزة كل يوم بتظهر. دي الجزئية التانية. الجزئية التالتة ان احنا عملنا في الملتقى جزئية اللي هي ميسر. ميسر بالظبط كده. احنا عاملين ايه الميسر؟ احنا عاملين في الملتقى ميسر من ضمن الشباب، عاطينه مهام اللي هو بينقل الخبرات بينقل المعلومات والبيانات والمعارف ما بين قائد الملتقى وما بين قائد المجموعات. قادة المجموعات الميسر ده دوره ان هو في حالة وجود اي اشتباكات في حالة وجود اي خلافات ان هو ييسر ويحل المشاكل. عندنا حاجة مهمة جدا جدا من الحاجات اللي احنا بنتمنى يعني ان احنا بنتميز بيها كمؤسسة، هو منهج تدريبي اسمه اعرف نفسك. قبل ما يبتدوا وقبل ما يشتغلوا مع بعض خالص وتبدا فعاليات الملتقى عملنا لهم جلسه تدريبيه لكل الشباب الموجودين، حاجه اسمها اعرف نفسك اللي هو الوعي الذاتي بنفسه. جلسه تدريبيه مدتها ساعتين او ثلاث ساعات بيتعرف فيها على نمطه الشخصي، نمطه الاجتماعي، اهم مميزاته، ايه الحاجات الايجابيه. هو بيدرك ده بنفسه، هو بيدرك ده بنفسه من خلال ادوات وتولز احنا بنطبقها. فبالتالي كل واحد بيبتدي يعرف التاني، شخصيته ده قائد، شخصيته محلل، شخصيته اجتماعي، وبيعرف نمط التواصل بتاعه، ولو صدر اي حاجه يعني اي رد فعل من اي شخص بيبقى هو متقبله، وبالتالي بيحصل قبول الاخر وبيحصل التعايش وبيحصل. وده اللي حصل فعلا لما كل واحد عرف ايه النقاط اللي بتميزه وايه النقاط اللي فيها اللي ممكن يحصل بسببها مشاكل او اختلافات، بدات الناس تروح على الحاجات اللي بتميزنا، والحاجات اللي فيها اختلافات دي احنا خلاص ركننا. احنا اهم حاجه ان احنا نطلع من الملتقى بتعارف وتواصل ونعرف بعضينا اكتر عشان نقدر نغير الخلفيات السلبيه اللي عندنا من ناحيه الطرف الاخر. نعم. طب استاذ احمد، على ارض الواقع
ومن مشاركتكم في هذا الملتقى كمختلفين، عناصر ذكور وإناث، محافظات مختلفة بخلفيات مختلفة، مسلمين ومسيحيين، يعني الاختلاف بكل أشكاله، في صدمات بتحصل خلال الملتقى؟ لا، هو بيبقى نادر، عشان فريق العمل يعني في الاول بيحاول يعمل حاجه ان هو يوفق ما بين المحافظات المختلفه. يعني على سبيل المثال في حاجه اسمها التسكين، كان بيبقى في مسؤول تسكين دوت بيبقى متخصص ان هو يوزع الادوار، يوزع كل محافظه هتبات فين او هتقعد فين في المكان اللي احنا قاعدين فيه. فكنا بنحاول من خلال عشان نقلل الصدمات ديت من البدايه الاول عشان نمنحها، كنا بنحاول نخلي مثلا محافظه زي اسكندريه نحاول نقعدها مثلا مع محافظه قريبه ليها زي مطروح، حاجه قريبه ليها في الخصائص. لكن كان صعب بالنسبه لنا ان احنا نحط مثلا محافظه اسكندريه ومحافظه اسوان نقعدهم الاثنين مع بعض، في اختلاف في الثقافات، فدي كان هتعمل مشاكل اكتر. فاحنا كنا بنراعي دي في الاول، لكن داخل الملتقى زي ما قالت استاذه رباب ان احنا كنا بنعمل لهم مرحله تمهيديه الاول اللي هي اعرف نفسك، دي كانت بتقلل جدا مرحله الصدمات، فما كانش بيحصل صدمات خالص. غير كده المجموعات كلها كانت بتبقى مشغوله في ورش عمل، مجموعه كل مجموعه بنقسم مجموعه، فالحرص بقى في الورش العمل ديت ان احنا نختار من كل محافظه، يعني من كل محافظه مثلا واحد، علشان ورش العمل دي تكون اكثر فعاليه، كل واحد في محافظه معينه هيقول خبرته من خلال داخل المحافظه او من خلال البيئه اللي هو عايش فيها. فدي كانت بتقلل الصدمات وبتزود جدا الخبره، بتزود المعرفه وبتزود الثقافه، كل واحد بتنقل له ثقافه بلد معينه او محافظه معينه، دي كانت بتقلل الصدمات جدا. لكن الصدمات اصلا ما كانتش بتحصل، اول حاجه ما فيش وقت، كلهم مشغولين، كل واحد عايز يثبت تميزه، عشان كان في فعلا شهاده تميز للناس المتميزين فقط، فكل واحد عايز يبين ان هو متميز، كل واحد عايز يبين التزامه، كل واحد عايز يرفع بمعنى اصح يرفع قيمه بلده او قيمه المحافظه بتاعته، عايز يعلى بيها، عايز يثبت محافظته محافظه قويه. فكان في روح من المنافسه، بس برضه في روح من الروح الرياضيه. يعني كان في، انا فاكر متذكر مجموعه كويسه جدا، كان كل ما فريق يكسب او كل ما مجموعه تطلع تعرض كانوا بيعملوا لهم السقف الصباعيه، كانوا بيحييهم كلهم. دي من الحاجات اللي في ذاكرتي مش هقدر انساها من الملتقى. بالاضافه لكده احنا بنعمل لهم تهيئه صباحيه، يعني في التهيئه الصباحيه دي بيبقى في فتره التريد، المجموعه بتبقى موجوده صباحا الساعه 6 بنناقش قيمه من القيم اللي احنا بنتبناها في الملتقى، قيمه الانتماء، المواطنه، بنقول لهم القيمه دي موجوده ولا مش موجوده، يعني ايه معناها. فبالتالي بتبتدي انت تديهم كميه من المعلومات والقيم الاجتماعيه اللي المفترض تكون موجوده عندنا او موجوده واحنا مش مدركين بيها، وبتخليهم يبتدوا هم يتكلموا عن القيم دي موجوده ويحسوا بيها قبل ما يخشوا في اي انشطه تاني. لا. فبالتالي كل مناقشه القيم الصباحيه وفتره التريد وان هم يقعدوا مع بعض وتسمحي لهم بفتره كبيره من النقاش حول ويقعدوا مع بعض في حفلات سمر وانشطه تانيه مختلفه، ده بيخلي ما فيش وقت اصلا ان هم يفكروا ان في صراع. نعم. بالعكس، هم عندهم شغف وحب ان هم يعرفوا عن الطرف الاخر ويبتدوا يعرفوا. يعني هم، انا فاكره ان اخر يوم في الملتقى الناس كلها بتعيط، احنا مش مصدقين احنا جايين في اخر يوم ومروحين. طب استاذه رباب، يعني ملتقيين تموا في 2014، حجم كل ملتقى 250 شاب وشاب. الاثنين اللي فاتوا كان 250 السنة دي واحد 250 طيب مش شايفة ان العدد قليل قوي على حجم قوة الشباب اللي موجودة في مصر؟ احنا يعني مجتمع شاب ومعظم الشباب يحبوا ان هم يشاركوا في نشاط زي ده. تفتكري ايه اللي ممكن يتعمل علشان نفعل الملتقيات وتبقى بدل واحد في السنة او اثنين في السنة يبقى عدد كبير وتبقى على مدار السنة كلها؟ طبعا هو محتاج اكتر من جهة تشتغل عليه. يعني احنا السنة دي هنعمل واحد ب 250، وعندنا خطة مستقبلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ان تشتغل معنا وزارة الثقافة وعدد من الوزارات وبعض المنظمات التانية. هو الموضوع مش محتاج جهة واحدة، بالعكس الموضوع محتاج الكثير من الجهات والمؤسسات المختلفة انها تشتغل عشان يقدر يتكرر. نعم. فاحنا السنة دي بالفعل هندخل معانا وزارة الشباب والرياضة، وان شاء الله هيبقى معانا وزارة الثقافة، وعلى المدى البعيد ان شاء الله احنا بنطمح ان احنا ننفذه على اكتر مرة. بس برضو احنا بنراعي ظروف الشباب، يعني احنا عندنا شباب طول الوقت، احنا بنستهدف من 20 ل 25 سنة. نعم. فالفترة دي بتبقى فترة دراسة، طلبة جامعات او طلبة مؤهلات او طلبة ماجستير او تمهيدي ماجستير، يعني عشان نقدر ناخدهم من المذاكرة بتاعتهم وناخدهم من الاعباء الدراسية. يعني خلصوا استاذه رباب 22 سنه، يعني في 3 سنين معلومه. 3 سنين بالظبط. بس برضو هل ده من اهتمامات الشباب ان هم يشتغلوا على حاجه فيها القيم؟ احنا يعني احنا دلوقتي عملنا بذره تجربه نجحت
بدأنا نكبر فيها السنة دي إن شاء الله على السنة الجاية بإذن الله في الخطة بتاعتنا، متوقع إن احنا نعمل بدل الواحد هيبقوا اتنين أو تلاتة بالتعاون مع كذا جهة، مش بس مؤسستنا ومش بس وزارة الشباب والرياضة. احنا بنأمل لكم كل توفيق وسداد في الخطوات القادمة اللي هتتخذوها. أنا بشكركم جدا على وجودكم معنا في بنت النيل، الأستاذة رباب يحيى شيبة منسق برامج بإحدى مؤسسات المجتمع المدني، والأستاذ أحمد الغول متطوع بمشروع لنعبر جسرا. بشكركم على وجودكم. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا متواصلون معكم في بنت النيل بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، تاريخنا الإسلامي زاخر بالعديد من الشخصيات النسائية الإسلامية البارزة واللي كان ليها بصمات واضحة ونحب أن احنا نتعرف عليها عن قرب. في هذه الفقرة بنتعرض لشخصية سمية بنت خياط، هي من مشاهير الصحابيات وأسلمت بمكة قديما، هي وزوجها ياسر بن عامر وابنها هو عمار بن ياسر، هم من السابقين الأولين في الإسلام. وفي الدقائق التالية أترككم لمتابعة المزيد عن هذه الشخصية، شخصية سمية بنت خياط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة لما نتكلم عن السيدة سمية بنتكلم عن صحابية من صحابات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة سمية بنت خباط. السيدة سمية لما نذكرها هي أم عمار بن ياسر، ولما نذكر السيدة سمية نذكر أول شهيدة في الإسلام، أول امرأة استشهدت في الإسلام كانت السيدة سمية أم عمار ابن ياسر. أما زواجها بقى من عمار من ياسر أبو عمار، هو كان هم ياسر أصله يمني وجاء إلى مكة بحثا عن أخ له فقد، كانوا هو وإخواته جم يبحثوا عن أخ لهم فقد، ففي طريقهم في البحث عن أخوهم وصلوا إلى مكة فلم يجدوا أخوهم، وإخواته الاثنين رجعوا، وهو شرح الله صدره وحبب إليه مكة، فشعر أنه محتاج أنه يظل في مكة وما يرجعش إلى اليمن مرة أخرى. فكان من عادتهم في الجاهلية وقبل الإسلام، كان الكلام ده قبل الإسلام، فكان عادتهم قبل الإسلام أن جاء رجل غريب إلى المكان فلابد أن يدخل في جوار أحد الرجال منهم حتى يأمن على نفسه. فدخل في جوار أبي حذيفة ابن المغيرة. أبو حذيفة ابن المغيرة أحب ياسر، أحبه حبا شديدا، وكانت سمية أمة عند أبو حذيفة، ولكنها كانت على خلق عالي، كانت قائمة على خدمة سيدها وكانت تتمتع بالخلق الرفيع، فأراد أن يكرمها ويكرم ياسر، فقال له أنا عايز أزوجك من سمية، فوافق ياسر وتزوج من السيدة سمية قبل الإسلام، وأنجبوا ابنهم عمار ابن ياسر. فهي أسرة الحقيقة يعني شهد لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة في حياتهم. لكنهم ظهر بقى الإسلام وأمر سيدنا رسول الله بالدعوة، فذهب إليه عمار في دار ابن الأرقم وبسط يده لسيدنا رسول الله وسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فتعلق قلبه بالإسلام وبالقرآن، وعاد إلى البيت إلى أبواه فأخبرهما بما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسمعهم من القرآن ما سمع من رسول الله، انشرح صدرهم للإسلام هما الاثنين. ومن يرد الله به خيرا، سبحان الله، وربنا أراد بهم خيرا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
فانشرح صدرهم كما انشرح صدر عمار وأشهروا إسلامهم، أعلنوا إسلامهم. فكانت في مكة الحقيقة الكفار كانوا فيهم من الغلظة والشدة والحمق الكثير، فما كان أي مسلم يشهر إسلامه أو يشعره أنه هو أسلم لابد أن يلاقي من ألوان العذاب. كانوا يلبسوهم الدروع الحديد عشان يبقى في الشمس، ينيموهم في بطحاء مكة على الأرض بالدروع الحديد في حرارة الشمس في الصحراء عشان الشمس تحرق أجسامهم. كانوا يصبروا ويحتسبوا لأنهم يعني بنقول لهم طالبين الجنة، والجنة هي سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فهم صبروا الصبر الكثير واحتملوا أذى الكفار في سبيل الدين وفي سبيل التمسك بالدين. وكان الكفار يزدادوا غيظا، يعني هم كل ما يتعذبوا كل ما يزدادوا إيمان وتمسك بالدين فيزداد حقد الكفار عليهم والتفنن في ألوان العذاب. كانوا الأسرة هم الثلاثة، ياسر وعمار وأمه وسمية، كانوا يلقوا العذاب بزيادة. فكانت قتلها قتل سمية قتلوها بحربة في موطن عفتها فقتلت. فكان من الكفر بتاعهم ومن الغلظة ان هو ضربوها بحربة قتلوها في هذا المكان. فكانت السيدة سمية بنت خباط اول شهيدة مسلمة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. مر عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنة الخلد مسواهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بنت النيل. شكرا لكم وإلى اللقاء.